لا 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 غلط، لا 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 لا، عيد عيد، سلم بس بس بس، عيد بس عيد، لا هات ايدك، سلم سلم سلم، عيب بس هجيب لك الاكل اهو، لا لا هات ايدك برضه برضه، لا هات ايدك يا سيمبا، لا كده لا لا، بص اهو فاضي اهو فاضي اهو، مش هدي لك حاجه، فاضي بس بس، هات ايدك هات ايدك هات ايدك، ارفع ايدك من فوق بس بس، ايه ده ايه ده ايه ده، احنا 100 مليون مسا على كل الناس وكل حبايبنا وكل الناس اللي عندنا وكل الناس اللي مشتركه عندنا، زي ما دينا قلنا قبل كده، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، جميل اعمل لنا الله يكرمك، مش عارف ايه لك كل دي مشكله بيعانوا منها معظم الناس اللي بترد كلاب، مشكله جامده جدا جدا جدا، اللي هو باجي اكل الكلب الكلب ممكن يعضني، اجي احط له الاكل الكلب بيغير على الاكل. ليه يا ترى؟ اكيد في سبب خطا منك، هو الكلب عمل كده. يلا بينا نشوف ايه الدنيا. لا 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 غلط، لا 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 لا، عيب عيب، سلم بس بس بس، عيب، لا هات ايدك، سلم سلم سلم، لا كده لا لا بس، عيب عيب بس، هجيب لك الاكل اهو، لا 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 كده غلط غلط، لا 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 كده برضه برضه، لا هات ايدك هات ايدك يا سيمبا، لا كده لا لا، بص اهو فاضي اهو فاضي اهو، مش هدي لك حاجه، فاضي بس بس، هات ايدك هات ايدك هات ايدك، ارفع ايدك من فوق بس، ايه ده ايه ده ايه ده اللي بتعمله ده، ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، بس انزل تحت اقعد تحت 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 تحت، بس 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 او بس، لا كده لا كده عيب كده عيب، اقعد اقعد اقعد، لا 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 أسير. لا كده مش هديك اكل بس، طبعا سيمبا ده كلب عدواني بيشوف الاكل بيتحول بيبقى حاجه تانية خالص، طبعا هو عشان شاف الاكل بيديه للكلاب اتحول، طبعا احنا عايزين نهديه من القصه دي لان كان بيعض صحابه بالطريقه دي، تعالى يلا سيمبا يلا بس بس بقى، عيب لا خلاص، اني ارجع ورا ارجع ورا، اقعد 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 يا سيمبا، اقعد اقعد بس بس. طبعا سيمبا من غير الاكل او بعيد عن الاكل، بص يعني صاحبي وحبيبي، لما يجيب الاكل بص بقى عامل ازاي، فلازم ان احنا نعوضه على النقطه دي، لان ممكن كده يهجم على اي حد ساعه الاكل. طيب هات بقى كده الاكل كده اهو، وبرده مع الكلاب برده ساعه برده الاكل راح اعمل كده اهو، طبعا هنا عشان انا اخلي الكلب يبقى كويس معايا ما يبقاش اجريسيف على الاكل كده اهو، ما يخشش يهجم ويعمل، لازم ابقى فيه الاكل كده اهو، اديله الاكل كده واشيله منه، بص بقى بص بيتعمل ازاي، لا اقعد اقعد لا مش هديلك اهو مش هديلك، بص بص اهي اهي خد اهي مش هديلك، لا اقعد
اقعد اقعد. لا طبعا دوت ليه كده؟ عشان كان مع اصحابه متدلع وكبر متدلع، فرض السيطره على اصحابه عشان كده بقى الكلب كده. اديله واحده واحده واشد منه كده. ليه بقى؟ عشان يتعلم البذل، انه ممكن حركه زي كده تحط الطبق والكلب يروح جاي عطه، وكان هيحصل مع مروان وزينة كده. اقعد اقعد مش هديله. لما يكون برضو كلب ساعة الأكل. تعال يا دكتور. تعال. ديفندر. تعال ديفندر. تعال. تعال حبيبي. جدع ديفندر. شوف شوف. جدع جدع. خد. لا لا ما تكسرش. ما ترفعش شفتك كده. ما ترفعش شفتك. ما ترفعش شفتك كده. ما ترفعش شفتك عشان اكيد. بس. اقعد. اقعد. بس. بس. انت مش اكلت عايزه ايه؟ ما هو دي وجبتك. وانت عايزه وجبتك ووجبتهم. اقعد. 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 بس. داون. جود بول. جود بول. لا. لا. اقعد. اقعد. تعالى. اقعد اقعد عشان يعمل زيك. اقعد 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 بس هتقعد هديلك. طيب بس طبعا انا بديله من بعيد سنه وبعد كده بحط ايدي عشان هو ممكن ينتش يروح ايه نتش ايدي. تعال تعال اضرب. تعال يا حبيبي. اقعد اقعد في الراحه عشان يعمل زيك. في الراحه في الراحه. ايوه كده. اقعد 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 يلا. اقعد 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 يلا. اقعد اقعد اقعد. لا مش عايزين نوقفه. داون 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 داون. احلى وقت تدرب فيه الكلب بتاعك ساعة الاكل، ساعة اللعب، لو بيلعب بكورة بيلعب بخشبة بيلعب بأي حاجة. فوق يلا فوق فوق. اقعد 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 اقعد. ما تنتش ما تنتش. كده لا 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 يا سيدي. لا يا سيدي. لا ده بياكل معاه. انت واخده هو اهو اهو. طبعا لما بتعود كلب بيبقى كبير وعدواني بتاخد معاه وقت، لان الكلب زي ما انت شايف فظيع على الاكل. خد ايه؟ تعالى خد هنا. تعالى سيدي روح هناك روح هناك يلا. خد هنا يا هناك. ماشي خدها هناك. يلا خدها هناك. هتروح يا اهو. تعالى تعالى سيدي. بس اقعد يا سيمبا. اقعد يلا اقعد يا سيمبا. لازم ابقى واخد حذري ما تجيش بتاعي اسود ايه عشان لما اجي اديله البتاع كده اهو ما ينتش ما ينتش. يبقى كده اهو خدها كده ما ينتش. ايه؟ يعني شوف المسافه كده عشان اهو. واحده واحده اديله الاكل واخده اديله واخده يتعلم الاكل ويجي ما يشربش كده. ما تقلقش انا ما اتكشرش ما اتكشرش. شوف الخمس بديله ازاي ما اتكشرش ما اتكشرش. طبعا القصه دي مش هتيجي من اول مره ولا تاني مره. القصه دي هناخد معاه وقت لان كلب كبير وكلب عدواني زي ما انت شايف كده. فيا ريت
تخلي بالكم يا ريت ما تدلعوش الكلاب بتاعتكم زياده عن اللزوم عشان تعرف تسيطر على الكلب بتاعك لما يجي يكبر ما يعضش. الكلب الجولدي لما بيجي يشتغل شراسه بيعض جامد، خلي بالكم من النقطه دي. واي حد محتاج اي حاجه يكلمني ويتواصل معايا على طول، لو انا ما ردتش اتواصل معايا على الواتساب، لو انا ما ردتش على الواتساب كلم ايه، لو انا ما ردتش على الواتساب هرد عليك، عشان طبعا ببقى مثلا شغل بصور في الشركه معاك كلاب ده فك الليش. وبكده تكون انتهينا من حلقتنا النهارده، ونرجو ان تكونوا استمتعتم معنا. وهنا سادتي وسادتي انت تعرفت من اليوم والى اللقاء في حلقه القادمه.